انا مقطع لي بي ديالي. ها هي ها هي البي ديالي، ها ديال الورقه اللي جاتني من الايميل صيفطوها لي، ديبيتاو لي من الكونت ديالي 50 درهم وصيفطوا لي هذه الورقه في الايميل. ها هو الايميل، ها هو الايميل الاخوان، هانتوما ما كاين فيه لا كود باري لا والو. ها هانتوما. وملي جيت مشيت لازوم خمسه قلت لهم باللي انا راه بغيت ندخل، قالوا لي غتعطينا الكود باري، كيما ما عنديش ما صيفطاتوش لي الشركه اللي قطعت منها، ما كاينش اللي باغي يدوي معاك، قال لك من الاخر عندك الكود باري غتدخل، ما عندكش عنف بحرك بحال ما هكايا. 50 درهم ولا 100 درهم اللي داو لك ما عندنا ما نديرو لك. انا ماشي بيا ال 50 درهم، انا باغي ندخل نتفرج، انا كنبغي الرجاء وعزيز عليا الرجاء وجاي باش نتفرج، ومنك الخدمه من الفوق، منك الخدمه وجاي باش نتفرج في هذا الماتش هذا. اول حاجه كنحمل المسؤوليه، اول حاجه اللي ما كايناش، ما كاينش واحد تابع للشركه في البيبان، هذه هي النقطه الاولى، ما كاينش واحد اللي تابع للشركه. ثاني نقطه، ما كاينش معامل الدوي اللي كتجي تبغي تدوي معاك يقول لك سير الباب الاخر، سير للجهه الاخرى، بحال ما كاينش معامل كدوي. وانا الغرض في هادشي كامل انا باغا غير واحد مسؤول يخرج ويقول لي زيد اخويا معايا ارى لي الورقه ديالك ويحل لي المشكل، هذا هو اللي عندي. اما الصراحه حنا حضرنا الماتش ديال الراجل اللي قبل، كان داكشي مزيان، قطعنا من السيت، كان الاجواء مزيانه، التيكيت ديالنا توصلنا به هنا السيت ديال الوداد، ما كاين والو، ما توصلنا بتا شي حاجه، وهادشي راه ما كيبغي لا الله لا عبدو. والسي النصيري راه خاصو يوقف على هادشي، مادام انت دير سيت وقف على المسائل ديالك من اتل زيد، ماشي الجمهور ديال الوداد كله توصل والجمهور ديال الرجاء حيت هو الفريق الخصم لا يقلب فيه، ما تجيش الورقه ديالو راه حشومات، ما تيبغي لا الله لا عبدو. وانا باش يكون لي كار راه غندخل، واخا نعرف نقص التيران راه غندخل.